مرحبا بكم مشاهدين الاعزاء في هذا التقرير الخاص والمتميز عبر برنامج مساء الامارات. احنا اليوم قررنا نشوف السح، او نحن نسميه السح، وحد يسميه التمر، والمصريين اخواننا المصريين يسمونه البلح. احنا اليوم قررنا نشوف التمر ايش قايل كانت تجارتها قبل، وكيف اصبحت اليوم في 2014. طبعا احنا قلنا احسن مكان في دوله الامارات موجود في هذا النوع من التجارة اللي هو التمر، القرية العالمية. طبعا هذا الموسم كل التجار يتجمعون في القرية العالمية يتاجرون بالتمر. طبعا هذا الشيء جدا جميل وينفع أيضا الكاستمر أو المتسوق. عندي هني أحمد، أرحب بك أحمد عبر قناة الظفر الفضائية. هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا فيك يا أخوي، نعم فيك. أنت كتاجر تمر، خبرني كيف كانت التجارة قبل في التمر؟ والله تجارة التمور، ويقال أن أصل التمور في العالم كله من العراق، بس أجود أنواع التمور كلها في السعودية. من الصعب نحصي أنواع التمور السعودية لأن عددها كبيرة جدا، وخاصة يمكن حضرتك كأي صاحب مزرعة يقدر يلقح نوع جديد أو يجيب نوع جديد بخواصه، بمواصفاته، بنسبة السكر فيه، بشكله، بلونه. هي تجارة كبيرة جدا، ومعظم الناس بيجوا من العالم كله لين هنا في القرية العالمية في إمارات الخير عشان ياخدوا التمور السعودية من عندنا. التمور في دولة الإمارات أيضا متميزة. طبعا دولة الإمارات أكثر دولة على مستوى العالم عندها نخيل، والسحني موجود بوفرة. خبرني يعني قبل أتوقع كانت تجارة والآن في تجارة، شو الفرق بينهم؟ موجودة. احنا بالنسبة لنا يعني كشركة الضحيان، شركة بقالها يقارب من 13 سنة بدولة الإمارات، احنا أغلب زبائننا من مواطني دولة الإمارات عندهم مزارع تمور، ويجوا يشتروا التمور السعودية من عندنا للعلم بالشيء وللتجربة والحبهم لأنواع التمور السعودية. والتمور الإماراتية في أنواع كثيرة متميزة، والناس يجوا يسألوا عليها عندنا، بس احنا كل منتجاتنا للمزارع مالنا اللي هي بالسعودية. رغم وجود الكثير من الشركات الموجودة حاليا، أنا قاعد أشوف أكثر من 5-6 شركات في نفس المكان، أكيد هناك منافسة. موجودة المنافسة فعلا، بس المنافسة طالما ان هي في دور الاحترام والمتبادل والفيصل في الاخر للكاستمر او للزبون اللي بيجي، بيفاضل ما بين الجودة والسعر والمكان والنظافة، كل حاجة، كل ده بيفرق طبعا. خبرني شو اللي يميز التمر عن باقي التجارات؟ في غذاء يعني، وفي تمرينات للجسم، وفي يعني جميعها وصى عليها الرسول بالنسبه للتمر، وجميع الاطباء يوصوك على التمر، يعني فيها اشياء كثيره فوائد، ويعني ما فيها شيء انه ياثر عليك، ففيها يعني فائدتها اكثر من. طبعا مشاهدين الاعزاء، هذه كانت تغطيتنا لفقره ازمان التمور سابقا، شو كانت وكيف كانت تجارته، واليوم اللي يسميه ذهب الصحراء، واللي يسميه ذهب المنطقه الفلانيه، والى اخره. طبعا انتم عارفين التمور شو تعني لكل منزل اماراتي، ولكن انا لاحظت ان هناك الكثير من الاجانب اللي قاعدين يشترون التمور وباختيار، يعني عندهم خلفيه عن التمور. ما وصيكم مشاهدينا، كثروا من التمر، ولا احنا نسميه كثروا من السح.